عمليات مركزي على الواد بسرعه. عمليات مركزي على الواد بسرعه. عربيه اسعاف. عمليات خطوره جدا يا رجاله. اهلا اهلا معاك. تمام مختصرين. عمليات في تعامل علينا. ضرب نار خلاص. حتى المتاحه دي. مركزي في تعامل شديد على الاشارات. اجري اجري. مركزي في تعامل شديد على الاشارات. ضباط وجنود الشرطة محاكم استشهد. مو لازم سمير استشهد يا باشا. اقف ساكتين بس. لازم نجيب حق سمير يا باشا. بقول لك ايه تعالى. يا باشا ده تعبوده في عيني يا باشا. اتفضل. يا باشا ما ينفعش يا باشا. يلا اتحرك. دي فتنة مش ممكن نشارك فيها. هنعمل ايه في اخواتنا اللي بيتضربوا جوه يا باشا؟ نفذ الامر يا عسكري. يلا. تمام يا فندم. يلا يا ابني. اتحرك. الرصاص الالي الحي يوجه لسطور المصريين العزل من بلد عدد يطلع. الشهداء الان يا ابني بقول لك ثلاثه اصبحوا خمس شهداء. ابعت تكليف للمجموعات المسلحه في المحافظات تتحرك اقسام وكنايس عشان نخف الضغط عن هنا. طبعا انتوا عارفين انتوا مهمين قد ايه. زي ما عملنا قبل كده حاولوا تختاروا الشخصيات المؤثره. مفهوم؟ يلا نتحرك.